قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح أمس بتدشين عدد من الزوارق البحرية التي دخلت الخدمة مؤخرا ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير خفر السواحل. كان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى قاعدة خفر السواحل بالمحرق سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة اللواء خالد سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية وقائد خفر السواحل. خلال حفل التدشين اطلع معالي الوزير على إيجاز تضمن أبرز المهام التي تطلع بها قيادة خفر السواحل وما تمثله الزوارق الجديدة من قيمة مضافة وإمكانات أمنية عالية ضمن التشكيلات البحرية العاملة بما يعزز جهودها في السيطرة والمراقبة الفاعلة للمنافذ البحرية والمياه الإقليمية. من جانبه ألقى قائد خفر السواحل كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لتفضل معالي وزير الداخلية بتدشين الزوارق الجديدة مشيدا بتوجيهات معاليه بشأن تطوير وتحديث خفر السواحل ليصبح قوة متميزة محترفة قادرة على تنفيذ القانون في مياه وسواحل المملكة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، معهدين الله العلي القدير على مواصلة العطاء والعمل الجاد من أجل خدمة الوطن وتعزيز أمنه وأمانه. وخلال حفل التدشين أكد معالي الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التطوير والتحديث بكافة القطاعات والأجهزة الأمنية بما يزيد من قدراتها في أداء الواجبات المنوطة بها، منوها إلى دور واجبات خفر السواحل في مجال تحقيق الأمن وتعزيز السلامة البحرية. وفي هذا الإطار يتم العمل على تزويده بأحدث المنظومات التكنولوجية والتدريبية فضلا عن تطوير منشآت خفر السواحل بما يتفق مع احتياجاتها الحالية والمستقبلية. كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتوفير بيئة بحرية آمنة وتأمين المنشآت الحيوية.